يعني بيع هذه المحطة والاستيلاء على هذه المحطة هذا ضرب من الخيال. اليوم أنا أعلن من هذا المكان إلى جميع عشائر البصرة، إلى الخيرين من أهل البصرة، إلى الناشطين، رئيس القوم في محافظة البصرة، الرجاء لهذا الأسبوع راح سوف تخرج مظاهرات ونقطع الشارع، شارع محمد القاسم وجسر محمد القاسم، وارد أشوف منه من كار أو غير كار يقدر يفرض على أهل البصرة بيع أموال. هذه المحطة بنيت بأموال البصرة، بدماء أهالي البصرة، ولا يمكن أن نسمح نحن ممثلين الشعب أن تباع إلى كار أو غير كار. شركة كار شركة عليها كثير من اللغط، لديها علاقات مع إسرائيل، لديها ملف حافل في تهريب النفط. لن نسمح لهذه الشركة بالاستيلاء على شبر واحد من محافظة البصرة. هسه احنا وصلنا إلى مرحلة وجدا خطيرة، وهي أنه استثمار محطات الكهرباء. لا نقبل بأي موطئ قدم في البصرة لشركة كار أو لخلف كار أو غير كار أنه يجي يستثمر محطات كهربائية البصرة. بكرة يصير خلاف سياسي في بغداد أنه أبو كار باعتبار أنه تابع إلى إقليم كردستان أحد الأحزاب الكردية طفى الكهرباء على البصرة. زين، وإحنا شنو النتيجة؟ نبقى تحت رحمة فلان وفلان؟ لا عزيزي، أولا هاي رسالة نوجهها إلى الأخ السيد رئيس الوزراء وكذلك السيد وزير الكهرباء وكذلك السيد محافظ البصرة أخونا وعزيزنا الشيخ أسعد. أكو موقف راح يكون لأهل البصرة كما صرح به الأخ السيد النائب أستاذ عدي، أكو موقف راح يصير أنه خلال هذا الأسبوع إذا ما يحسم ملف هذه المحطة، محطة شط البصرة الغازية والابتعاد عن توقيع العقد، ما أدري منه كار غير كار، راح تكون تظاهرات مليونية. احنا حقيقة اللي حدث من تطاول على ابنائنا المتظاهرين من اقتحام وضربهم واعتقالهم كان مخطط خبيث، ولكن احنا مررناه بذكائنا وحنكتنا. احنا نوجه الرسالة، هاي المحطات ما انبنت بالقرعة، هاي المحطات انبنت على دماء الشهداء. احنا من 2003 القاتل، بعدين نرجع كعقود. انا رئيس نقابة ميكانيك، واجبي اليوم اطالب وادافع عن العقود. انا ما امثل دول اللي واقفين، امثل 11000، ولكن احنا جاي نحفظ ممتلكاتنا، ما جاي نخربها. جينا بهذا العدد القليل لان احنا ابناء مؤسسات حكوميه خدميه. اذا اسحب كل العقود اللي عندي تطفى كل الكهرباء، توقف النفط اللي ميزانيه الدوله 90% من عده، ونريد تدخل من السيد المحافظ اعلى سلطه بالمحافظه. لازم يجي ويكون له تصريح ونعرف سبب السكوت.